حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفيه رواه خالد وقتاده عن عكرمه